يقال انه احد الانديه كان ياثر على اللجنه لان هو كل موسم بطل بدوري الصالات، لكن هذا الموسم الامر اختلف تماما زياد، صحيح؟ مستحيل اكو نادي ياثر، احنا صادفت عندنا ضغوطات قويه، انا اقول لك اياها ضغوطات قويه، ووصل الحال بانه يعني اغلبهم يعني وصلوا الزعل من عندنا، ما اعرف شنو سبب الزعل علينا، مع ذلك مشينا بالدوري بدون تأجيل. هذا النجاح يعتبر، انت لما ما تتأجل لعبة الدوري يمشي بانتظام خلال كل 5 أيام مباراة، أما يوم أو شو اسمه في بعض الأحيان احنا نعاني من القاعات، يعني هي الفرق المفروض يوفر القاعة، في بعض الأحيان يجي يقول لك أكو نشاط بهاي القاعة، يقول لك أكو مباراة سلة، أكو مباراة، يعني مشاكل عدة. والدليل بأنه فرق بغداد يعني عندي 4 أندية على قاعة واحدة تلعب، هاي مشكلة، هاي مشكلة، مشكلة مشكلة الدولة، هاي مو مشكلة والأندية. أنا أتمنى من الأندية كل نادي يقدر يوفر له قاعة أو يبني له قاعة، يعني شوية يهتمون بلعبة الصالات. تمام. حتى لما تبني هسه نادي الجيش من قاعة، وللأسف نادي الجيش ما كمل الموسم، انسحب بسبب مشاكل الإدارية بالنادي، انسحب من أغلب البطولات، يعني مو بس من الصالات.